أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل أبو فارس: من حج مفردا وأدى جميع ما عليه في حجته الفريضة وهي الفريضة الأولى له، هل أجره مثل أجر القارن والمتمتع مع أنه فقير؟ لا، أجره قدر المتمتع قدر المفقد، ولا ينال قدر الذي جمع بين حج وعمرة إما قرانا وإما تمتعا. المتمتع والقارن أكمل أجرا من المفرد، ما دام أنه أدى الحج والفريضة تبقى العمرة في ذمته، ولو خرج بعد الحج خرج إلى التنعيم أو إلى الحل وأحرم بالعمرة وأداها أجزأت عن عمرة الإسلام. نعم.